سنوات يعني في تعاون مستمر معهم خصوصا في الجانب الأمني. في نظرك إحسان، سؤال توقيت وسؤال مفصلي، لماذا استهداف المغرب بهذا الشكل المتزامن في هذا التوقيت اللي طبعا كيحظى فيه المغرب إشادة دولية كذلك من جهة أخرى بهذا التعاون الأمني دياله؟ هو في تقديري أن استهداف المؤسسة المغربية أو المؤسسة الأمنية في المغرب في هذا التوقيت هو لنجاعتها أولا ولفاعليتها ثانيا وأيضا لولائها. نتحدث هنا مثلا عن استهداف شخص المدير العام في مرحلة من المراحل. ثم المسألة الأهم هو أنه فعلا كما جاء في السؤال يتعلق الأمر بادعاءات صدرت عن شركاء كانوا هم أنفسهم يعني موضوع عمليات أمنية مشتركة، سواء تعلق الأمن تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب أو بمكافحة الجريمة المنظمة أو بتدبير ملف الهجرة. يمكن هنا أن نحيل مثلا على بعض الأرقام أنه ما بين 2019-2021 تم يعني تفكيك من خلال هذه الشراكات الأمنية، تم تفكيك نحو يعني 2464 شبكة للتهجير السري، توقيف أكثر من 53 ألف مهاجر سري كلهم من جنسيات أجنبية إفريقية تحديدا. أيضا يمكن أن نعرج هنا على الإشادة التي صدرت بالأمس عن مدير الوكالة الأوروبية لحرس السواحل والحدود الفرونتكس، الذي تحدث فعلا على أن المغرب باستثناء ما سماه شخصيا بالحالة المعزولة لما وقع أثناء بداية الأزمة بين المغرب وإسبانيا، فإنه يظل المغرب شريك موثوق به وذو مصداقية فيما يتعلق بملف الهجرة تحديدا. إذن يمكن أن نقول أيضا على أن المهم وما يمكن أن ننتبه إليه في هذه العملية هو أنه المؤسسة الأمنية خلال الفترة الأخيرة تحولت إلى فاعل استراتيجي في تحقيق مكاسب سياسية خارجية وأيضا في ضمان الاستقرار والاستمرار الاجتماعي والسياسي داخل الدولة. شكرا جزيلا لك أحسن حافظ محلل قناة تانية.